السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع مريم قناتي وقناتكم. ان شاء الله كما كتشوفوا كنعرفوا ان العيد على الابواب، فنقدر نقول لكم مسبقا عيد مبارك سعيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة، والله يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين كل اعمال وكل صيامكم وصلواتكم اللي قمنا بها خلال هذا الشهر المبارك اللي ما سخيناش فيه. فان شاء الله كما كتشوفوا غنحضر معكم حلوه ديال قطاعات البطاطا، حلوه قديمه مغربيه معروفه. فبالنسبه للمكونات عندي هنايا الزبده اللذه اللي هي من وزن 250 غرام طبعا، عندي هنايا جوج كيسان ديال الكوك اللي هما مطحونين، جوج كيسان البنات، جوج كيسان كذلك ديال الزيت، غير انا دايره بزلافوك راه عابره، جوج كيسان ديال السنيده، عندي كيلو ديال الدقيق نوعيه جيده، وجوج خمارات من وزن 8 غرام، عندي عصير الحامض او ومعاه قشور الحامض، قبيصه ديال الملحه، ثلاثه ديال البيضات. بسم الله، غادي ناخذ القصريه فاش غنخدم. خدي اي اناء تحبي تخدمي فيه، انا كيعجبني بحال هكا، خاصه الحلوه التقليديه اللي معروفه فهاد الحلوه ديال قطاعات البطاطا. فاذا كان عندك طابع قطاعات البطاطا استعمليه، كان عندك الطابع ديالها راه كيتباع كما غتشوفوا معايا فاش غنكون كنشكلها. غناخذ الزبده، انا عندي هنايا الزبده بدرجه حراره المطبخ، راكم كتشوفوا كنقيسها يعني بواحد السهوله، يعني ما غنلقى الصعوبه في الخدمه ديالها. انت الا كانت عندك في الثلاجه خرجيها قبل بشي، يعني خرجيها فاش بشي 5 سوايع كاع باش تكون سهله عليك في الخدمه ديالك. ثم غنوضع عليها هذيك زلافه ديال السنيده اولا السكر الخشن. كما قلت لكم ان هاد الزلافه هذه بالضبط عندي انا كتوزن يعني 250 غرام، يعني جوج ديال الكيسان كاس العنب طبعا، يعني عابره فيها جوج كيسان من كل حاجه. وغنبدا كنخدم ديك الزبده والسنيده مزيان حتى كيوليو هكا على شكل بوماد. كنوضع عليهم ديك رشه ملح لتصحيح الذوق طبعا في كل حاجه. ثم عاود جوج كيسان ديال الزيت، زيت المائده اللي حتى هاد الزلافه هذه كتعبر جوج ديال الكيسان يعني زلافه. غادي نخلط، غندمج ديك الزيت مزيان مع باقي المكونات، مع كل من الزبده والسنيده ورشه ملح، غندمجهم مزيان باليد ديالي البنات حتى كيبان لي الخليط منسجم مع بعضياته. هنا من بعد ما خلطت المكونات كامله هي وندمج مع بعضياتهم، غنوضع البيض، ثلاثه البيضات اللي قدمت معكم، غنهرسهم ونوضعهم طبعا في الخليط، وغنستمر في التخلاط باليد ديالي طبعا. فمثل هاد الحلويات هذه صراحه كيحتاجوا اليد، الخدمه باليد، مع احتراماتي لبعض ما كيبغيش يخدم بيديه ولا، ولكن والله ما كاين محسن من اليد. الخدمه ديال اليد شي حاجه يا سلام، كتبرد القلب وكتحسي براسك انك خدمتي عن جد. ثم البنات هنا وضعت داك عصير ديال الحامض وشويه ديال القشور ديالو، انا كنبغي هاد الحلوه بالذات انني نسمها بقشور الحامض. ثم وضعت جوج كيسان ديال الكوك المبشور ولا المطحون، البنات مطحون دائما خذوا الكوك اللي نوعيه جيده، يعني ديك النوعيه ماشي الناشفه اللي كتنشف، خذوه مزيت شي شويه يعني نوعيه جيده طبعا. ثم من بعد هاد المكونات اللي وضعت كنبدا، عندي كيلو ديال الطحينه البنات، كنبدا كنوضع انايا، واخا يكون عندي كيلو ماشي ضروري انني غنديرو كامل، وماشي ضروري انني ما غنديروش كامل، يعني راه كيبقى الخليط، ما نقدرش نقول لكم ديروا كيلو كامل ولا ديروا نصو ولا، كنبقاو عيننا ميزاننا، حيت الدقيق راه ماشي بحال بحال، كيكون اللي كيتشرب كيكون اللي ما تيتشربش الى اخره. يعني كنكمل بهاد الطريقه هادي، كنوضع شويه بشويه دقيق حتى كنحس بالخليط ديالي راه هو هذا.
ما شفتو اخر حاجه انا كنخلي دائما الخمارات هما اخر حاجه، يعني الخماره الكيماويه. هنا عندي جوج كما قدمت معكم في الاول من وزن 8 غرام، يعني مجموع 16 غرام. كنوضعهم هكذا يا البنات، ثم كنستمر في وضع الدقيق، يعني راه باقي ما جمعتش الحلوه ديالي او العجين ديالي. فكما قلت لكم الخميره دائما كنخليوها مع الدقيق هي الاخيره. علاش؟ لانه باش كتعطي مفعول اكثر. صحيح ان حتى الا درناها في الاول غتعطي مفعول، ولكن ماشي بحال الاخير، كتعطي مفعول اكثر فاكثر. فغنستمر في جمع العجين ديالي بحال هكايا. فاش غنحس به هو هذاك غادي نحبس. هنا تقريبا العجين راهو بدا كيتجمع معايا، بقالو غير شويه ديال الدقيق لانه باقي شويه جاري، باقي مفرسات، باقي ما كيتكونليش كويره. يعني مازال كنزيد له الدقيق كما كتشوفوا. وهنا كما كتشوفوا العجين ديالي صافي، القوام ديالو هو هذاك. يعني كنشد هكا كويره كنكورها، كتعطيني كتشكل، يعني ما كتفرتت ما حتى شي حاجه. فهذا هو القوام ديالها، ما قاصحاش، لا ابدا ما قاصحاش، وما راهاش جاريه. هنا غادي نوجد لاطا ديالي فيها ورق الطهي، ثم عندي هنايا الطابع. انا عندي الطابع، الا عندك الطابع البطاطا استعمليه. وعندي هنايا الكوك البنات، الكوك والسنيده اللي غنولي يعني ندير فيه داك الطابع. ولا عندكم جوج ديال الطرق، يا ديروا الطابع يعني تغطسوه في ديك الكوك والسنيده وتطبعوا به، ولا تاخذوا الوجه ديال ديك الكويره اللي كورنا وتغطسوه في داك الكوك وعاد تطبعوه بالطابع. يعني في كلا الحالتين راه النتيجه نفسها والنتيجه وحده طبعا. فكما كتشوفوا غنستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله هي. حاولوا انكم تخليوا ما بين يعني حليوه وحليوه، حاولوا انكم تخليوا لي سباس بيناتهم، لان كيتزاد الحجم ديالهم في الفران. في هذا الحين هذا راه الفران ديالي كيسخن، طبعا عندي الفران الغازي. غنطلعهم يعني الفوق حتى كيشدوا راسهم، كيتجمعوا، ما كيبقاوش عاجين. كنهبطو من تحت باش ياخذوا اللون الذهبي طبعا. هنا البنات وريتكم المرحله الثانيه اللي قلت لكم كنغطسوا لها وجهها بحال هكذايا وعاد كنطبعوها بالطابع. يعني في كلا الحالتين راه النتيجه نفسها. هي الحلوه ديالنا الاقتصاديه والسهله جاهزه، نقدروا نقولوا لها حلوه تقطعت البطاطا، ولا حلوه ديال دوازتاي. نقدروا نديروها في الاعياد وغير الاعياد، فهي في متناول الجميع طبعا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش كما العاده من لايك ديالكم، التعاليق ديالكم،
وكذلك اللي اول مره يزور القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس، اهم حاجه باش انه يوصلك كل جديد. تهلاو لي فراسكم، غنخلي لكم رابط الانستغرام في صندوق الوصف. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.